بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبق اليوم بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة، لكن قبل ذلك نرحبوا بالمشتركين الجدد ولأول مرة يشوف الفيديو، نقول له مرحبا بك في عائلتنا الصغيرة. وإذا أعجبك محتوى القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لكن بعد مشاهدة 3 دقائق فما فوق بتثبت اشتراكك في القناة، لأن اليوتيوب يلغي كل الاشتراكات التي تفعل في الدقيقة الأولى من الفيديو. والآن نروح مباشرة للمقادير. دو على بركة الله، عندي 600 مليلتر ماء دافي، فارينة، وملعقة أكل حليب بودرة، 3 ملاعق أكل سكر، ملعقة أكل خميرة الخبز، و3 ملاعق أكل زيت. وهنا عندي الزعتر والزعيطرة وورق هرند والملح، وعندي كريم فراش، جبن مبشور، 4 حبات طماطم، وبصلة متوسطة، وزوج سنات ثوم، وملعقة قهوة طماطم مصبرة، وملعقة قهوة كاتشوب، وزيتون أسود. هنا عندي طون فيونداشي، والسردين تاع لي بواط، عندي معدنوس، وهنا عندي فلفل حلو، انا استعملت الاحمر والاخضر، كسيتو دي رونديل، كومونبير، جبن موتزاريلا، وكسيت البصل حلقات، وعندي المايس. بداو على بركة الله بالعجين. هنا اللوح المدافي تاعي، ونزيد لحظة والسكر والخميرة، ونخلطهم ونخليهم 5 دقائق باش تتفاعل الخميرة تاعنا. درت شوية زعتر واللوح الفارينة تاعي، ومن بعد نضيف الملح، ونلم الخليط تاعي بالفارينة، ما نضيفش دفعة واحدة، نضيف بشوية. بعدها الزيت راح نزيدها في الاخير، ونحاول نعجنها شوية، نلمها فقط باش تجينا البيتزا مليحة وما تجيش إلاستيك. هذا هو القوام تاعها، ونخليها تخمر، ندهنها بالزيت، نخليها حتى تتفاعل، نغطيها بابي فيلم، وهنا حندير صوص طماط. درت 3 ملاعق اكل زيت، ودرت الطماطم والبصل والثوم، قصتهم قطع كبيره، نخليهم يتقلاو مليح، ومن بعد نضيف الطماطم المصبره والكاتشوب. انا الكاتشوب درته في بلاصه السكر، اذا ما عندكمش ديروا السكر. وهنا الصلصه تاعي بعد ما طابت نميكسيها مليح. نروحو لصوص بلونش، درت ملعقة قهوة زبدة، نخليها تذوب مليح، ونزيد سنة ثوم نرحيها، ونخليها تطلق البنة تاعها شوي في الزبدة، ونزيدو كريم فراش. هنا 250 غرام، انا درت كريم فراش ليجاغ 12% ماتيار غراس، ونزيد 2 قطع جبن مثلثات، ونخلطها حتى يذوب الجبن تاعي. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه حتى تبدا تختار، وتطفيولها، طفيو النار. قسمت العجين تاعي حندير 4 قرصات متوسطين، ندير الفرينة في بلون دو ترافاي، نحاول نبسط العجين بيدي، بعدها نستعمل الحلال. العجينة ديروها رقيقة لأنه من بعد كي طيب راهي راح تخمر، نحطها في بابي كويسون، ونحاول الحواف نطلعهم شوية، بعدها ندهن بالزيت الحواف فقط،
بالبانسو، نرجع الحواف الدقيق الرطب. الفور راني شعلته من قبل، وندير البلاط تاعي لتحت يسخن، نخليه في الفور ونلوح البيتزا تاعي، ندير صوص طوماط، ندير كمية لباس بيها لأنه في الطياب راهي راح تزيد تنشف. نحاول نمشيها كامل. وهنا فرماج رابي استعملت ايمونتال، بعدها زدت قطع من جبن الموتزاريلا. نزيد دي رونديل تاع فلفل حلو ورونديل تاع البصلة. وهنا قرصة راح ندير فيها الطون، ندير طون كمية لبس بيها، ونزيد زيتون، زيتون الأسود. هنا كاين حتى اللي يديلها الزيتون الأخضر، أنا استعملت غير الأسود. وصلت لها شويه جبن وحطتها في الفور. دركا راح ندير لكم القرصه الثانيه اللي راح نديرها بصوص بلونش. دائما ندير فوق بابي كويسون، ندير لاصوص بلونش تاعي. العجينه ديروها رقيقه، حاولوا ما تخشنوهاش باش تجيكم مليحه. نمشي كامل لاصوص، ونزيد فخوماج غابي وشوية مايس. قطع من الكومونبير. وهنا درت شوية فلفل حلو وشوية معدنوس. تعطينا منظر مليح. وزدت شويه موتزاريلا، وفخوماج غابي، وزيت الزيتون الاسود. ودرت شويه فيون داشي. هنا شوفوا بعد ما خرجتها من الفرن عندي زيت زيتون، درت فيها الزعتر والزعتره وشويه ثوم وشويه ملح. كي طيب بيتزا تاعي ندهنها كامل حتى عطانا قو ما شاء الله. وهنا نكمل القرصات تاعي كامل. بالنسبه لصوص طوماط، كاين اللي يدير البيتزا تاعو صوص طوماط يدير كميه قليله ومن بعد يطيب البيتزا، اخر خمس دقائق يزيد صوص طوماط كمية لبس بها ويردها خمس دقائق الأخرى. أنا نشتيها بهذه الطريقة، ندير كمية من الأول يا بعد ندير كمية لبس بها تاع الطماطم، ونكمل كما درت الأولى فرماج رابي. ونزيد الموتزاريلا. ما عندكمش يعني فرماج رابي مايش لازم ديروه، مي يعطي البيتزا جو خاص. نكمل القرصات تاعي. كي قلت لكم لاستيس تاع الفرن تخليوه يسخن وتلوحوا البلاط تاعكم يسخن مليح لتحت خلاص، ومن بعد تلوحوا البيتزا تاعكم.
راح تطيب لكم بالخف وتجيكم طريه. نكمل كامل البيتزا نزينها. هذا انا درت لها الطون فيون داشي، وانا البيتزا الرابعه خليتها غير بالصوص طوماط والزيتون لانه الزوج الكريم ما يشتيش الفخوماج. دائما البيتزا كي ندير لها الفخوماج والفيون داشي يقول لي هذا ساندويش محلول ماهوش بيتزا، ما كانش كيما بيتزا بالطوماط والزيتون. خلاص هنا شوفوا كي طابت البيتزا تاعي، شوفوا يعني جات ما شاء الله. ودايما كي طيب بيتزا ديروا لها لاستيس اللي قلت لكم تاع زيت الزيتون الزعتر والزعتره، يعطيها انكو سبيسيال. وكي طيبوها دايما البلا حطوها لتحت خلاص باش طيب لكم توت سويت وتكون طريه ما تجيكمش الاستيك. شوفوا يعني كيف جات كل وحده واش درت لها. وحده خليتها سامبل، درت لها شويه ساردين، وحده صوص بلانش، وحده بالطون، وحده درت لها فيون داشي بالطون. جات هايله وطريه، نقص لكم قطعه تشوفوها جات ما شاء الله. انا صراحه عجبتني تاع صوص بلانش، خاصة المايس اللي درتها جات درت لها واحد الجو هايل. العجين دالي حوالي 800 غرام، يعني دالي ربع قرصات ما شاء الله. الأستيس اللي قلت لكم باش تطيبوا البيتزا تشعلوا الفرن تاعكم من تحت وتحطوا البلا الاسفل وتخليوه لداخل يسخن مليح حتى يسخن مليح، ومن بعد تلوحوا البيتزا باش تطيب. كي تحمر من تحت راكم تطلعوها لفوق باش تحمر من فوق. هذه هي لاستيس تاع البيتزا باش تجيكم طريه وتجي بنينه وما تجيش الاستيك تقعد لكم طريه مده طويله. ولاستيس الثانيه كي تطيب البيتزا دائما ديروا زيت زيتون تنكهوها بالزعتر والزعتره والثوم والملح، وإذا بغيتو ديروا فلفل حار ديروها في بوتاي وتخليوها. كل ما تجبدوا البيتزا تدهنوا البيتزا تاعكم كامل راح تعطيها انكو سبيسيال ورائحة زكية في البيتزا تاعكم. كان هذا هو طبق اليوم، إن شاء الله ينال إعجابكم. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.